وعلشان تقدر توصل لتمثال العجل آبيس لازم تعدي جوه ممر محفور وسط الصخور بيمتد 70 متر وعرضه 1.5 متر. الإله أبيس، وهو إله العجل أبيس، وهو من أهم الرموز في الحضارة المصرية القديمة، واعتبروه قدماء المصريين رمزا للخصوبة والنماء، ووضعوا قرص الشمس على رأسه بين قرنيه اعتقادا أنه ابن الإله بتاح. ومع مرور الوقت زادت أهمية العجل أبيس لينتقل من الحضارة المصرية القديمة إلى الحضارات اليونانية والرومانية. فعندما أعاد الإمبراطور الروماني هادريان بناء معبد سرابيوم بالإسكندرية على أنقاض المعبد البطلمي، أضاف إليه تمثال ضخم للعجل أبيس. وفي عام 1895 تم العثور على تمثال ضخم للعجل أبيس أثناء عمليات التنقيب في منطقة عمود السواري بالإسكندرية على يد عالم الآثار الإيطالي جيسيب بوتي، وهو أول مدير للمتحف اليوناني الروماني. وعلشان تقدر توصل لتمثال العجل أبيس لازم تعدي جوه ممر محفور وسط الصخور بيمتد 70 متر وعرضه 1.5 متر. وهذا الممر اللي بيخليك تحس بالرهبة والرعب والخوف وانت بتتقدم ناحية تمثال العجل أبيس، لتجد في نهاية الممر تمثال المعبود أبيس مستقرا أسفل عمود السواري. ومن خلال هذا الفيديو احنا بنعدي جوه الممر وبنكمل 70 متر علشان نوصل ونشوف تمثال العجل أبيس في نهاية الممر. وللعلم التمثال اللي بنشوفه قدامنا هو نسخة طبق الأصل من التمثال الأصلي المحفوظ حاليا بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية. وتمثال الإله أبيس هو عبارة عن تمثال لعجل يبلغ طوله 190 سنتيمتر، تم طلاؤه باللون الأسود، ويوجد مثلث باللون الأبيض على جبهته، ويوجد بين قرنيه قرص الشمس يتوسط هذا القرص رأس الكوبرا، وعلى ظهره رسم نسرا مجنحا. ودي كانت زيارة سريعة لتمثال العجل أبيس بحجرة قدس الأقداس الموجودة أسفل عمود السواري بمنطقة العمود بالإسكندرية. وإلى اللقاء في سلسلة أماكن وحكايات.